السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودين. اليوم بإذن الله بعد ما تطرقنا لباليز ديال HTML غادي نكملوا في لباليز ديال HTML 5 اللي متمثلة في الهيدر وفي النافبار والسكشن والمان والارتيكل والاسايد والفوتر. هادو من الأساسيات بس يقسموا لك السيت ويب ديالك إلى أقسام منظمة ومجزأة. هاد التقسيم اللي كتشوفو كيكون عام، أي سيت ويب تدخل ليه هاد القاع ضروري باش يكون داير الهيدر والنافبار والسكشن والارتيكل والارسايد والفوتر، مع العلم أن هاد لي باليز هي باليز ديال HTML 5. إذن لاحظ معايا، الآن جيت الفوق وحطيت هنا الهيدر، تبعتو الناف، وهاد السكشن جمع فيها الارتيكل هنا والارتيكل هنا، وهنا كتكون عندي بالجنب الارسايد وهنا الفوتر. هاد الهيدر ممكن دير فيه حتى اللي بغيتي، دير فيه ايماج، دير فيه باراغراف، دير فيه اللي بغيتي، انت حر. كتجي من بعد النافبار، هاد طبعا راه كيكونوا فيه مجموعه ديال اللينكات. كتجي السيكشن، السيكشن هاد الارتيكل ممكن دير فيه واحد الايماج ودير تحت منه باراغراف، ولا ممكن تكون باراغراف، ممكن دير حتى التقسيم اللي بغيتي. هاد الاسايد ممكن تعمرها باش ما بغيتي، طبعا كيكونوا بعض لي ايماج، كيكون بعض العناوين. هنا الفوتر كتكون كوبي رايت وفيها مجموعه ديال الامور، ولا ممكن تكون الكونتاكت. الان حاجه بغينا نتفقوا عليها، هاد الهيدر والناف بار والسيكشن والاسايد والارتيكل والفوتر شنو الدور ديالو؟ اصلا انت تعلمتي HTML في باليز ديال HTML وتعلمتي الكود، فاش ينفعوك؟ ينفعوك في التجزيء ديال التصميم ديال السيت ويب ديالك. مثلا هاد الهيدر كي كتشوف معايا راه كيكون فيه، كيكون الاوفرت ديالو هنا الهيدر، وكتكون الفيرمونت ديالو، وفيه مجموعه ديال الاكواد. فاش كتبغي تعيط على ديك المجموعه ديال الاكواد وتطبق عليها نفس الكود مثلا ديال ستايل CSS، اذا كتعيط عليها بالهيدر. كتجي كتفتح النافبار وكتكتب فيه الكود ديالك ديال النافبار وكتسدو. فاش تبغي مثلا دير هاد الباكراوند ضروري باش تعيط على النافبار، ما تعيطش على كل لينك بوحدو. فاش كتجي تبغي تعيط على السيكشن مثلا وتطبق عليها شيء محدد، كتعيط عليها هي بسميتها، تكون السيكشن مفتوحه. لاحظ معايا هاد السيكشن هنايا راه عندنا الاوفرت ديالها، وحطينا وسط دو زارتيكل، وجينا ودرنا الفيرمونت ديالها. اذا فاش انا نبغي نابليكي هاد اللون، ما نعيطش على كل كود بوحدو، غنعيط بالسيكشن ويطبق على الكود كامل اللي هو في الداخل ديالها. اذا هاد الهيدر والنافبار بحالهم بحال واحد الصنيريقات صغيورين مكاينين وسط واحد الصندوق اللي هو كبير، اللي هو الباج ديال السيت ويب ديالك. فيما كتبغي كود معين كتعيط عليه بالباليز ديالو. هيبان لك هاد الصوره اكثر فاش غنبداو نديرو التقسيم ديال الباج ديال السيت ويب ديالنا. غادي نمشيو للكود. اذا لاحظ معايا هنا عندي بارتي ديال الهيدر، جات وراها النافبار يعني مستقلة عليها، جات سيكشن ووسط سيكشن وسطها لي زارتيكل، عاد جات الاسايد بحدها والفوتر بحدها. الان غادي نمشيو للكود. اذا غنمشيو فيزيوال ستوديو، اول حاجه غادي نديرها هو نفتح واحد الفولدر، نشيل فايل اوبن فولدر. اذا نوفو دوسي وسمي اسمي اللي بغيت HTML 5 طبعا، الان غادي ندير لي دوسي ديالي لي فيشي. اول حاجه اول فيشي سميتو index.html، يفضل تبدا السميه بالاندكس، لان هذا الاندكس هو اول باج كتفتح عليه السيت ويب ديالك. الان ندير واحد الدوسي غنسمي css، غنحاول ندير الخدمه مرتبه وندير وسط style.css. الان غنجي ندير html.5 وتكتب لي الكود، لا داعي نبقى انا مضارب معاه. اذا هاد الميطا UTF-8 انها خاصه بالزاكسون، وباقي الميطا على قبل الريسيرش في جوجل. اذا لاحظ معايا الان اول حاجه غنبداو بها هي الهيدر، والهيدر مستقله على النافبار. اذا غنبدا من الاوفرت ديال الهيدر وغادي نمشي للفيرمونت ديالها، عاد نبدا في النافبار. غنبدا من الاوفرت ديالها وغنسدها، عاد غنفتح السيكشن، غنفتح السيكشن، والسيكشن غندير وسط منها لارتيكل الاولاني ولارتيكل الثاني، عاد غنسد السيكشن، وغنفتح الاسايد وغنسدها، عاد غنفتح الفوتر وغنسدو، وعيد كل واحد مستقل الى السيكشن، غندير وسط منها لي زارتيكل. الان غندير لينك ديال السي اس اس، ليس بالضروره تكون حافظ اللينك، كتبو غير في باج وحده فيما تبغي، دير لي كوبي كولي. هاد الامور لا تحفظ باش تكون عارف، يسحب لك انك عندك ناقص والناس حافظين ولا الكود اصلا. قد ما استطعتي الكود غير دير لي كوبي كولي فانت اكثر ذكاء. كي يقول بيكاسو، الذكي هو الذي يخترع الفكره والعبقري هو الذي يسرق الفكره. لا داعي حتى تبقى تخمم وتبقى. اذا نشوف الباج ديالنا، فوالا
الآن هنشي نتأكد أن ستايل بوست سي إس إس خدام. دائما نتأكد من كتير لبعضي وكتعطي واحد الباك جراوند كولور وكتشوفه واش تأبليكات ولا لا. هذا هو المقياس باش كتأكد أنها خدام. شو الآن شوفو فوال الآن ستايل سي إس إس عندنا خدام، لأنك ممكن تخلط في الشومة رد البال وما تكونش عندك سي إس إس خدام وتبقى مشتع راسك تما. الآن غادي نجيو نديرو تقسيم ديال السيت ويب ديالنا. أول حاجة نبداو بها راه هي الهيدر. طبعا غادي نفتح الهيدر ديالي من الأوفيرت حتى الفيرمون ديالو، ما داخلش فيه الناف. فوالا غنجي ندير ناف بار مستقل تماما. لاحظ الفيرمون ديالو تسد. الآن غادي نفتح السيكشن ديالي، والسيكشن هي اللي بغيتك ترد ليها البال مزيان. إذا لاحظ هالسيكشن ديالي هندير لاحظ قبل من الفيرمونت هنكتب لارتيكل. علاش؟ لاحظ ان داك اللون الاسود ديال السيكشن داخل بالداخل ديالو لي زارتيكل، سواء الاولاني ولا الثاني. اذا لي زارتيكل كاينه بالداخل ديال السيكشن، والدليل هو الباك جراوند اللي كتشوف فيها. اذا هنجي نكتب ارتيكل. عندي جوج، هنكتب الاولاني ونكتب الثاني. اذا كوبي لا داعي لتضييع الوقت. كوبي حتى هو. فوالا. اذا من بعد السده ديال السيكشن غندير الاسايد، مع العلم ان الاسايد مستقله بدايتها. لاحظ انها ما داخلش في اللون الاسود، لاحظ انها مستقله تماما. الان بقى لينا الفوتر. الفوتر مستقله حتى هي، جات هي الاخرانيه. فوالا. الان جا واحد تحت واحد باغ ديفو كايكون. اي حاجه كتكتبها في HTML باغ ديفو اللي درتي شي سي اس اس تخرج لك بحال هكا. هادشي علاش غنضطروا نلجؤوا للسي اس اس. ولكن السي اس اس خاصك تعرف جوج امور خاصني نشرحهم لك، هما البادينغ والمارجين. تعرف شنو هو البادينغ وتعرف شنو هو المارجين؟ اولا عاد ندوزو نكملو. الان ما معنى المارجين؟ فاش كنطبق المارجين، مثلا الا جيت وطبقت هنايا على هاد السيكشن اللي هي باللون الاسود، طبقت عليها المارجين. فاش هنطبق عليها المارجين كتهرب من الجوانب، بمعنى كتهرب منهن. هاد البلاصة كتولي خاوية، كتهرب منهن. مثلا هاد الفوتر هيهرب منهن، هيبعد وهيبقى أبقى بيضة منهن. إلا طبقت على الفوتر المارجين هيهرب منهن. يعني الحدود الخارجية. المارجين هو كتطبق واحد العدد معين، كتعطيه بالبيكسيل ولا بالريم، كتطبق على الحدود الخارجية كيجي على برا. أما البادينغ الحدود الداخلية كيجي من الداخل. الآن أعيد، المارجين كتأبليكا على الحدود الخارجية. مثلا إذا جيت عطيتها واحد مارجين واحد ريم هتلقاها هربت منهن، خلت ناف بار وهبطت لتحت، هبطت لتحت. أما البادينغ إذا جيت نفسها السيكشن وعطيتها البادينغ أش كيطرى عليها؟ إذن إذا بغيت نطبق البادينغ وعطيتها للسيكشن هتخرج ليا منهن. كيف كتلاحظ هنا عطيتها البادينغ، هاد الشيء اللي بالداخل ديالها كيدخل وكيهرب على الحدود الداخليه. لاحظ هذا راه بادينغ. اما الا جيت وعطيتها مارجين غتلقى هاد السيكشن مسكنان. مثلا هاد السيكشن الا عطيتها مارجين طوب غتلقى هنا ولا ابيض، نزلت كتهرب من الحدود الخارجيه. اذا المارجين كتطبق على الحدود الخارجيه كتهبط وكتهرب. اما البادينغ من الداخل كيكون عندها الابتعاد عن الحدود الداخليه. اذا الان غنجي نعطي واحد البادي، غنعطي بوكس سيزينغ. هاد بوكس سيزينغ ليش؟ هادي باش الا جيت زدتي شي مارجين ولا شي بادينغ ما كيتحسبش خارج الويد. مثلا نعطيك مثال، جيتي وعطيتي مثلا واحد ليماج عطيتيها 200 بيكسل وعطيتيها البادينغ 10 بيكسل، هذيك 10 بيكسل كتحسب من هذيك 200 بيكسل، بحيث ما كتوليش 200 زائد 10 وكتولي 210 وكتخسر لك السيت ويب ديالك. كتحسب في الداخل ديالو. هاد بوكس سيزينغ ضرورية جدا، خاصك دير لها بوردر وبوكس. عطينا مارجين زيرو والبادينغ زيرو ما عندنا ما نديرو بها. إذا الهيدر غنطبق عليه مجموعة ديال التنسيقات. أول حاجة عطو مارجين طوب، عطو زيرو لأنه بغينا يكون لاصق في الباج ديال السيت ويب ديالنا. مارجين ليفت نعطيها زيرو، هادشي راه كله قابل للتغيير باش تكون عارف. إذا نعطيها في الويد 100%، يعني شت ليا الباج كاملة، ونعطيه في الهايت 3 ريم. أنا كنخدم بالريم،
كليت عليها تم ممكن تخدم بي بيكسل، نعطيها باكراوند كولور، نعطيها لون معدي. كي نشوف النتيجة الباكراوند ما بانتش، نرجع نشوفو فوالا غلط في الباكراوند، نعطيها الريد فوالا. لان كي تشوف معايا خديت الويد كامل جات عيانة، نعطيها 80، نزيد نقص ما عجبتنيش نعطيها 70. بغيتو يجيني في الساتر، ما بغيتوش هكا. اي اصلا ما يمكنش تلقى شي سيت ويب شاد دوك الطرف شاد بحال هكا الليفت، اذا ضروري باش نمشي نعطيه واحد المارجين ليفت. لاحظ غنقول لك كي كنخدم انا نخدم الذكاء، تصور معايا. اذا غادي نمشي ندير تنسيقات على الناف بار، نهز نفس الكود. اذا المارجين ليفت لاحظ معايا غادي نعطيه 15%. علاش؟ لان الويد 70% و100 ناقص 70 هي 30. اذا نعطيه في المارجين ليفت 15 وهيبقى في الرايت 15. اذا ياخذ لي السنتر 100%. كنحاول انا نستخدم المات، لاحظ معي الان ياخذ السنتر. علاش؟ لاحظ معي هنايا هو شاد 70%، شحال بقات؟ بقات 30%. اذا غادي ياخذ 15% بالجن و15% هي 30. اذا هياخد السنتر. نفس الشيء نطبق على الناف فوالا. الا بغيتي شويه يكون عنده واحد المارجين يبعد من الهيدر ممكن، كاين حتى مشكل. لاحظ انني الان كنشوف ريسبونسيف، كنتاكد الا عطيتي بالبيكسل ولا بالرام مارجين ليفت ما تجيكش ريسبونسيف، ولكن بالبورسنتاج كتعطيك ريسبونسيف. نهبط بالمارجين توب، نعطيه في الناف بار واحد ريم باش يبعد شويه. التوثيق ديالك راه لست مجبرا على شيء. الان اعيد الشرح، لاحظ معايا هنا خديت 70%، بقات عندنا 100 ناقص 70 هي 30. هنا عطيتها في مارجين ليفت 15 وهنا هتشيط 15، اذا خدت السنتر. الان نجي نطبق السيكشن. السيكشن هتجي تشد هاد لي سباس اللي كتشوفو وهتشد لي زارتيكل بالداخل ديالها. اذا لاحظ السيكشن جاو لي زارتيكل بالداخل ديالها، لانك خطاتي في يدي غيخرج لك مشكل. اذا نجي نعيط بالسيكشن، لاحظ انهم بحالهم بحال واحد الصنيديقات. فاش كنبغي نطيب نطبق واحد الكود كنعيط على داك الصنيديق وكيخدم كلشي اللي فيه الكود، كنشتغل على جميع لي باراغراف ولا الاكواد اللي كاينه بالداخل ديالو. اذا هيبقى عندنا نفس مارجين ليفت، الويد نعطيه 55% مثلا، ونخلي لي 70 ناقص 55 قليلا نعطيه 50 باش تبقى لي 20 الاسايد. الهايت نعطيه 30% باش يجيني شويه اطول. نبدل الكولور باش تبان النتيجه، نعطيه بينك باش نشوف الان. فوالا الان نمشي نشتغل على لي زارتيك. لاحظ ما عندكش الحق تمشي تشتغل على الاسايد باستطاعتك، ولكن يفضل خدم على لي زارتيكل هما الاولين، مش الكود يتم غادي مرتب، راه خاصك تحافظ على الترتيب. التراتبيه مهمه جدا. نخدم على لي زارتيكل ديالي لانهم جاوا بالداخل ديالو هنايا، عاد ندوز الاسايد. اما ندوز الاسايد وعاد نمشي ندير الارتيكل غادي تخربق لك الدنيا. علاش؟ لاحظ هنا السيكشن هذاك الشيء مرتب، السيكشن جات وراها الارتيكل. اذا نخدم على الارتيكل هو الاول. اذا هنا فاش عيطت على الارتيكل يطبق سواء على الارتيكل الاولاني ولا الثاني، لانه نفس الباليز عيطت به. اذا هنزعف ثاني نفس الكود، لا داعي لمضيعة الوقت. فوالا ندير بعض التغييرات. عطينا 5% في المارجين ليفت، يعني هنا يبعد على السيكشن لانه الان هو في الداخل ديال السيكشن، وغنعطيه في الويد 40%. اشنو درت؟ درت على حساب الويد. غادي ندير الهايت نقص، ما نعطيش 30% حتى يشد القيمه كامله، انا باغي يكون غير صغير داخله. فوالا مشتش ليا القياس هو الاول. علاش؟ لاحظ السيكشن دابا الا بغيتو يشد ليا هاد لي سباس كامل ديالها، الا الصفر يشد من القنت حتى القنت ديال السيكشن، غندير 100%. حتى تقول لي لا راه عندها غير 50%، اي عندها 50%، ولكن لاحظ عندها 50%
ولكن فاش كنهضر على لاغتيل كراو هي بالداخل ديالو، هاد شويه اللي خارج ديال الصفر اللي كتشوفوا راه لحقت بعدناه ب 5%، لان غنعطيه 90% مع 5% هنا ومع 5% هنا، جاني هو هذاك. اذا اللي كانت عندك حاجه وسط حاجه، فاش كتعطي البورسونتاج ديال هذيك اللي وسط الاخرى كتعطيها على اساس انها 100%. فاش جينا حنا عطينا السكشن 50% راه من الباج ديال السيت ويب كامل لانها بالداخل ديالو، ولكن لارتيكل فاش كنعطيها 90% راه من السكشن، وعطيتها 5% الليفت وبقات 5% في الرايت، هي 100%. غنعطيها البادينك عوض المارجين نشوف بغيتو ينزل ليا حقيقة، ومبغيتش هداك البياض يبقى ليا هكاك. فوالا تلقاو ليا، إذا رجع نعطي واحد المارجين باقا مبغيتش هداك اللون البياض يبقى هكاك. إذا هنمشي للسيكشن اللي جامعهم كاملين ونعطي في البادينك في الطوب ديالها دوريم باش تبعد ليا هاد لارتيكل، كثيرا نقص منه شوي خلاها واحد. لان هنقص من الطول ديالهم باش يجون مقادين. فوالا كي كتلاحظ راه ما تكونش محفوظ، ولان الكود ما كتحفظش نهائيا، انت غتبقى تتجرب وخدام وتجيب اياديك. نشوف الاسايد، اسايد مستقل بداته حكا عارفين، غنشدو نفس الكود. حاول ان تقريبا هنا راه كان عليا نهز الكود ديال السكشن لانه يكون اقرب السكشن، لان خاص يكون عندي نفس الطول ونفس كل شيء. لاحظ الان الويد عطيتها 10%، علاش؟ اذا ندير واحد التغييرات، نقوم بمجموعه من التغييرات. هذا الويد كيبان لي ماشي هو هذاك الشيء، بان لي واخا مارجين ليفت عطيه تما 15% السكشن، ولكن الاسايد بغيت يكون لاصق او بمحاذاه السكشن، يعني ما يكونش عنده مارجين ليفت، تشالش حيدته. اسايد لا داعي يكون عنده مارجين ليفت. لاحظ انني مشيت للويد وبدلته، كدير 10 غلطه، علاش درت 20؟ لان اصلا هو السكشن شاد 50% وخاصه 20% باش نكملوا 70% ديال السيت ويب، لان كيف كتلاحظ راه الهيدر شاد 70%. اذا السكشن تاخذ لينا 50% والاسايد تاخذ لينا 20% باش نكملوا 70. الان خاصها تمشي تنتقل للبلاصه ديالها. باش تنتقل للبلاصه ديالها لاحظ واحد القضيه، ان السكشن بحال تقول تفحص لتحت، باش نخلوها تطلع خاصنا نعطوا السكشن ابسوليت بوزيشن ابسوليت. الان خليتها طلعت، ولكن خاصني انا نديها لهذيك الجهه اللي خاصها تكون فيها. اذا اشنو ندير؟ اذا لاحظ ان السكشن واخد 50%، غنعطيها مارجين ليفت باش تشد ليا الجنب، ونعطيها 50%. 50% من جهه جهه من العرض ديال او الويد ديال السكشن، بمعنى بعدي ليا ب 50%، ولكن ما فكرتش انا مزيان، لانني الا عطيتها 50% نسيت الحساب ديال مارجين ليفت. انا باش نسهل الامور ونفهم اكثر غادي نمشي نرجع لواحد القضيه كديرها بي اف 12. غنمشي ندير اف 12، كليك على البوطون اف 12. لاحظ دابا اش مطرق، غنجي لهنا غنكليك هنا وغنمشي نحدد انا على من باغي نخدم هادشي. ادرك تخدم بها الميديا كويري، ولكن ممكن تلجئ لهنا، كتكليكي على انت اللي باغي تخدم عليها وتحدد هنا انك خدام فيه، وتبدل لي المارجين ليفت كيف ما بغيتي. يفضل نجي الاليمنت بوان ستايل، حسيتك مارجين ليفت نسيت ما عطيتهاش باش باغي نخدم واش بيكسيل ولا رام ولا بورسونتاج. اذا نجي نخدم هنا مارجين ليفت، اش ندير؟ نعطيها 60% فوالا، ونبدا نزيد فيها فوالا دقه دقه تدقيق. اذا غنهز هذاك القياس ونحطه هنا، يعني لا داعي نبقى كل شويه غادي نطلع عليها كل شويه نطلع عليها، هاد القضيه كتسهل على الامور. نشوف الان الفوتر، الفوتر قضيته سهله، الفوتر بحالو بحال الهيدر. نفضل نمشي للهيدر ديال الكود ديالو على السكشن، نجي نحطو ديريكت، نبدل غير الكولور
إذا اللي داعيها تلقى حاجب علينا رؤية تنحتاجها رجعوا لها. فوالا هنا كاين واحد الاختلاف. الاختلاف هو أن الفوتر كاين تحت سيكشن أون بليس الأسايد قصيرة على السيكشن كي تلاحظ معايا الآن. إذن بنفس الطريقة نمشي لهذاك السهم نحدد الأسايد باش نقاد لها الطول ديالها، لأنني إلا بقيت نمشي نزيد ونضاربة ونتعذب. إذن هاد الطريقة كتسهل عليا الأمور، تلاحظ أن الأسايد هي اللي محدة. نجي هنا ونبدا نزيد فيها، نبدا نزيد فيها. القياس اللي درتو نجي نديرو هنا الفوتر الهايت نزيد فيه 5 ريم كان بان ليا افضل. نجي نشوفو الان فوالا الان هذا هو السيت ويب ديالك ريسبونسيف، ما درتي فيه حتى حاجه، خدمتي غير البادينغ والويد والهايت اللي تعرفهم والمارجين والباك جراوند كولور. نجي نشوفو واش ريسبونسيف. فوالا يعني ما تنزل حاجه ما تخرج حاجه، كيبقى هذاك كي كاتبه لك ديز ارتيكل اه وكاتبه لك ديز اسايد وهكذا. ممكن انت تبدلهم وتقادهم كيف ما تبغيتي، ممكن دير لي زيماج، ممكن دير لي باراغراف، ممكن دير العجب اللي بغيتي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا، ما تنساوش ديروا لي جيم وتشاركوا في القناه وتبارطاجيو لي فيديو مع بعضياتكم. والسلام عليكم ورحمه الله.